لك تقولوا انتم راه انا منوش بلي انا مانش ما بالارتيكل تاعهم انا مانش بلي تكلموا المدرب والجوار اقسم بالله ما انا من حلف انا مع نفسي برك ما انا مانش ما انا مانش واش ما لا واش اللي صرا على حساب مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم فيه نقاش حول إمكانية غياب رياض محرز فيما يخص المباريات القادمة. رامي نقولوا بلي طلب بريك. نخلوكم مع هذا النقاش ونخلوكم مع علي بن شيخ في الأخير وش يقول. نتمنى كل واحد مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس وبعد نكملوا النقاش. البعض يتكلم على غياب رياض محرز الذي قد يكون لا يكون في القائمة حتى فوت 360. رانا نشوفه في البابي اللي ندار الأمس كوتونار محرز دوموند أن بريك، يطلب بأنه لا يلتحق بالمنتخب الوطني في هاتين المباراتين. محرز ديسكوتي افيك بالماضي، يقال بأنه نذكروا بأنه محرز متواجد حاليا بمراكش المغربية في عطلة وقد لا يلتحق بالمنتخب الوطني بعد خيبة أمل المونديال أمام الكاميرون. نذكروا أنه كان فيه أيضا حديث على أنه حتى في حالة حضور رياض محرز لتربص المنتخب الوطني ممكن الكابيتانة شارة القيادة قد تنزع منه بناء على مردوده أمام الكاميرون وعدم تدخله في الشجار الذي حدث بين بن عيادة وبعض اللاعبين تاع الكاميرون قبل الهدف الثاني وخروجه مباشرة بعد صفارة الحكم دون الحديث حتى مع زملائه. هل من معلومات رشيد عباد حول القائمة وحول كل هذا الكلام؟ نظن خاصة بعد غضب يعني الناخب الوطني من رياض محرز على مردوده في المباراتين، يعني العلاقة بين الرجلين بردت شوية تدهورت شوية، وبالتالي نظن باللي لهذه الأسباب نظن باللي مادام ان رايحين نلعبوا مع لوكوندا يعني فرق ماهيش متواضعه ما تشاركتش حتى في كاس افريقيا مؤخرا. الى دو موند اتر ديسبونسي من هاد لي دو ماتش، هو الى دو موند اتر ديسبونسي جو بونس اون ديدوي كوم سا باسكو نظن باللي المباراه مباراتين سهله ما فيهاش يعني لونجو كبير بزاف، لكن هي من المفروض ان لاعب يذكر باش نوقفك سامحني يذكر انه محرز سبق له ان ما لعبش مباراه غانا قبل نهائيات كاس افريقيا، طلب باش يكون ديسبونسي من مباراه غانا ولم يشارك. لكن من بعد هذيك المباراه عرفنا باللي هو كان مريض بكورونا فيروس، لهذيك ما قدرش يلتقي لحد الان ليس في تصريح رسمي. دبي يا اخي في هذيك الضربه واللي مريض بالكورونا يروح لدبي. نعم في هذيك الضربه ما يقدروش يقبلوا حتى يجيب لهم الكورونا. نعم لكن بعض المصادر قالت انه كان اصيب بمرض كورونا. مانشستر سيتي لم يعلن عن هذا او في نادي كبير، وهو لم يعلن عن هذا، هو بعد كان متواجد مع عائلته في دبي لمرض بالكورونا يعتزل ومن بعد الى دوموندي يعني ترى ديسبونسي من هذه المباراه. نظن شوف من غير يعني با امبوسيبل باش نشوفوا باللي في الاسابيع القادمه ربما معقول جدا ان رياض محرز يقدر يطلب يعني اعتزال نهائيا، الاعتزال نهائيا الدوليا. نظن سيتونيدي كي جا دون ليسبري كاس العالم بعيده نعم بارك الله فيك، لان خيبه امل تاع كاس تاع الاقصاء امام الكامرون قاسته بزاف. ما لازمش يكون دي باس دروا. تكلم انا على رياض محرز. رياض محرز نا با دروا دو دوموندي ان بريك، نا با دروا دو دافوار دي بريفيليج parce qu'on les a refusés à d'autres. Un c'est d'autant plus qu'il s'agit du capitaine de l'équipe nationale. Capitaine de l'équipe nationale, c'est à lui de donner. Il dit ربما كان راح ينحلوا الكابيتانا يقول لك انا هذا هذا ثاني معطي c'est une donnée mais vérifiez-nous ما على بالناش on peut pas mais ce qui est sûr انا كي تقول لي il demande un break et le break il lui est accordé. انا je ne comprends pas انا ce genre de d'attitude. هو واش يتقال يعني والموضوع ايضا حتى وسائل الاعلام الاجنبيه تكلمت عليه. انا نقول لك حنا رانا نسبيكيليو باسكو ما عندناش غادي مي غدوا سي جو ديكوفر باللي لا دوموند تاع محرز اي تي ساتيسفيت بار لو كوتش ناسيونال جو نو كومبروندري با بوكوا لا اي تي ريفوزي الدولور كسا سوا 6 mois ou 1 mois ان بريك تاع بريك
دونك انا جيسبر كو لا بوليتيك هذه لا ريغور اللي كيما صرات باش نسيو نديرو توازن في الحساب باش ما نهضروش نحاولوا كيفاش نديرو توازن. يقال بانه محرز قال بلي هذا العام العام اللي لعبت فيه اكثر عدد من المباريات باحتساب مباريات المنتخب الوطني لعب كثير مع مانشستر سيتي تقريبا 47 مباراه في الموسم هذا لعبهم في النادي تاعو فقط. وبالتالي قال لك ربما بين كاس الرابطه قال لك تعبت راني ايفويزي سو البلون فيزيك. وهذا ال 16 تاع جوا لي جوار كامل اللي يلعبوا في اوروب ما يحبوهش يقول لك يجي جوست ابري سي بور لي فاكونس انرجي سي بارابور سا ربما اللي محرز اطلب عطله اضافيه باش يريبوزي ممكن ويخمم في خيار في قرار واحد اخر في خصوص المنتخب الوطني. هذا هما الاسباب اللي خلاته ربما يطلب ابري لا ديسيبسيون تاع الماتش تاع الكاميرون عدم الحضور وممكن هي وينني فرصه وينني بالماضي باش يجرب لاعبين واحد اخر. وانني نقول لك بلي الانضباط في المنتخب الوطني ما لازمش يكون حسب الاسماء. واضح هذا رايي. راي لا تقبله صلاح وماني يعني نورمالمون يكونوا مع المنتخب راح يكونوا بتخيل ان صلاح وماني يعني هما اللي كانوا يلعبوا اكبر مباريات مع ليفربول راهم لاعبين 63 مباراه مع ليفربول بركه 63 مباراه في كل المباراه لانهم راحوا بعيد زيد لهم زيد لهم مع ليزيكيب ناسيونال تاعهم راهم لاعبين واحد 70 مباراه لا لعبوا اكثر لانهم هما لحقوا الفينال تاع كوب دافريك لحقوا الفينال يعني احنا لعبنا غير 3 ماتش زيد لهم اسكو هاد اللاعبين في جوج صلاح وماني هي راح يكونوا ضمن القائمه تاع المنتخب السنغالي والمصري ولا لا؟ لا في التربص هذا اللي جاي غير غدوه. اسكو هاد اللاعبين دوموندو ان بريك هم لاعبين حتى 72 مباراه. وهل كيف سيكون رد فعل بالماضي بعد الطلب هذا؟ نظن حسب الجريده اللي دارت المقال هذا قال لك باللي كان كلام بيناتهم كانوا يتكلموا. نظن هو طلب تسريح طلب صحيح الناخب الوطني ولا الناخب الوطني اكوردا له هذا التسريح. طب ما يكون حتى مشكل ما دام طلبت تصريح منه كاين تجاوب بيناتهم. صدير اليوم قادري صدير دي جوار اليوم كيما محرز يقول لك اعطيني امبراك من ناحيه يعني رياضيا يتكلم مع الناخب الوطني وكون ياكورديلو عادي في يعني الباركور اللي داروا مع سيتي ولكن بارابور جروب معليش الى تفاهم مع الناخب الوطني هذه هي ولكن هذا الشيء هذا يصرى انقسام في الفريق يصرى انقسام بين اللاعبين والسطاف تحبوا لما تحبش يعني زعفوا كوب دي موندي كوب دافريك اللي فاتت قلتوا خلالو كالكو جور يروح لدبي لان استبيت اليوم خلي اكو تقولوا تكلم مع لونترينور وخلالو انا ويسمحوا لي كاع انا ما نمش بلي تكلموا سي دي ديسيزيون كل واحد وحده فهمني كل واحد وحده ما كاش من هذا باسكو كون تي دوموند ان بريك دو كومبيان دو طون سمانه كان جور شهر ثلاث شهور شهور شحال هاد 16 لي دو ماتش ما حتى سبتمبر تجي حتى سبتمبر سبتمبر واش كان زيماتور كوب دافريك اي من بعد سبتمبر دي جوز كاناتيك قالوا واش عليه من بعد هذيك موراها حتى المارس ومن بعد حتى المارس كي يعني راني نجي انا على بالي بلي يصرى انقسام الداخل كاش لعاب نايتي جوار وما كاش لعاب اللي يقبلها يكذب عليك وانا ما نامنش بهذا الكلام لاكو تقولوه انتوما راه ما نامنوش بلي انا مانش ما بالارتيكل تاعهم ما نامنش بلي تكلموا المدرب والجوار اقسم بالله ما نامن حلف انا معلف سي بركه ما نامنش واش اللي صرا على حسابك انت واش اللي صرا سيتي دي ديسيزيون بيرسونال ما نامنش انا من طرفين ما نامنش انا ما نامنش وخلاص والوقت والوقت يعطيني الحق الوقت كوم توجور يعطيني الحق ولهذا المشكل ماهوش في هذا الشيء هذا انا على كل حال انتم صحفيين تمدوا رايكم في هذا الباب قال لعب مقابلات صالح وماني لعبوا اكثر 73 لعبوا اكثر من 73 بزاف بالمنتخب اكثر لعبوا بزاف
سي با سي سا البروبليم. هو محرز ما طلب والو، محرز دو موندا يريح. بصح ما قالش قولوا في بلاستي بلي راني لعبت بزاف، والله ما قالها، نحلف بالله العظيم، والله ما قال اي صحفي بلي راني انا لعبت بزاف، ما قال. هما ينفونتيو بيان سير، باسكو لي كان هادو اللي داروا هاد البابي هذا صح جورناليست، كانوا يوزنوا الكلام تاعهم قبل ما يقولوه، يقولوا بصح انا حين نقولوا غلطه قد سما او صالح وماني يلعبوا بزاف ومازالهم يلعبوا، دونك ما سا كونكورد با. باش نقول نعطيك هذه نص بروف، نص بروف بلي ما تكلموش بيناتهم. انا ليا ما نامنش، واضح. نروحوا للقائمه، هل الاسماء الجديده بامكانها ان تكون لها الفرصه الان في غياب بعض الكوادر؟ ان شاء الله بالنصر يريح في العمره ونحييه ونسلم عليه، وان شاء الله ربي يتقبل منه وهو والزوجه تاعو في العمره اللي راهو يدير في العمره. راح نديروا صوت اليوم ان اكسيلون جوار. قول دوك لا كيستيون باقي. في الأخير احنا نتمنى ان شاء الله للمنتخب الوطني ان يعود بقوة الى الواجهة والى الصدارة. وش راح نقول لكم؟ نتلقى ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.